السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا متابعيني الأعزاء في قناة ناني لايف. يا رب تكونوا بصحة وسعادة وخير إن شاء الله. النهاردة هنتكلم على طاقة الهاربين في علاقة توأم الشعلة. بغض النظر طبعا عن الهاربين اللي قافلين على نفسهم وقرروا العزلة مع نفسهم، يعني بعض الهاربين اللي عايزين يحبوا ولا يتحبوا، طبعا هو مش عارف إن ده شيء مش بإرادته، وإن القلوب ملك لله وحده، وإن هو ربنا وحده هو اللي مقلب القلوب. ولكن دي طاقته دلوقتي، لأن هو حاسس إنه زهق ومل الروتين اللي هو فيه، لأنه كل ما يحاول يطلع بالعلاقة لقدام يلاقي نفسه تاني رجع لنقطة الصفر، أو بيدور في حلقة مفرغة. بمعنى أصح بيدور على شيء هو عايزه ولكن مش عارفه هو ايه اساسا الشيء اللي هو عايزه، يعني بيدور على حاجة هو مش عارف هي ايه. قدام منه الحب ولكن مش فاهمه وخايف منه. نرجع لمرجوعنا، وده طبعا زيك بالظبط يا مطارد، بس الفرق هنا انت عارف ليه لكن هو مش عارف. مش عارف انه لازم ولا بد من انه يتشافى. وكمان في هاربين لسه جداد، لسه جدد في الموضوع، التوأم لسه في بداية العلاقة، يعني لسه في المرحلة، نقول المرحلة التانية مثلا، اللي هي أصبحت فيها الثقة مش قوية، ما فيهاش ثقة بمعنى أصح، الثقة اللي تخليه يكمل وهو واثق إن توأمته أو المطاردة بالفعل بتحبه ومش عايزة منه شيء. وكمان الهاربين اللي أجبروا على الزواج قبل ما يقابلوا المطاردة بتاعتهم أو قبل ما يقابلوا توأمتهم، الهاربين دول اتغيروا جدا مع الطرف الثالث، لأنهم عرفوا معنى الحب إيه رغم خوفهم وترددهم من المطاردة. ولذلك البعض منهم، مش هنقول الكل، ما بحبش التعميم، البعض منهم أصبح عنيف مع الطرف الثالث دلوقتي في الوقت الحالي، وكأنه فاق من الغيبوبة أو من الأسحار. كمان الهارب دلوقتي بيمر ببعض المشاكل والكرامات والتحديات، سواء ماديا وصحيا، اللي بتواجهه واللي بتواجه علاقته بيك. لكن بإذن الله إن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمر منها بسلام وينتصر عليها، لأن في ناس هتقف جنبه وتدعمه، وغالبا هتكون انت يا مطارد بطاقتك كالعادة، بطاقتك الإيجابية، هتدعمه من جنبك علشان يقدر يعدي من اللي هو فيه رغم اللي عمله معاك. ولكن طبعا انت هتدعمه لأنك عارف ان كرمتك أخدتها، ان هو بالفعل حاليا بيمر زي ما أذاك بيتأذي، مع ان هو كان بيأذيك رغم عنه، يعني ما كانش يعرف ان هو بالفعل بيأذيك بلا وعي. خلينا نقول ان رغم رفضه ليك والحدود اللي بيحطها ما بينه وما بينك، وطبعا هو معروف هو بيحط الحدود دي ليه لعدة اسباب كتيرة قوي، منها مثلا رفض العائلة عنده والبيئة المحيطة بيه، وعلشان كمان محتاج ممكن للتشافي من الجروح الطفل الداخلي وألامه والخوف اللي عنده، حاجات كتير قوي. والبعض من الهاربين طبعا الطرف الثالث والمحاطين بيه عرفوا علاقتكم كتوائم، علاقتكم حتى لو كانت سرية مع المطارد، فطبعا هم عرفوا بيها، علشان كده خوفه على شكله الاجتماعي انسحب منك. وفي بعض الهاربين قالوا لا احنا مش عايزين نرجع ومش عايزين نكمل، وانت يا بنت الناس كمطاردة روحي شوفي حياتك وابدأي حياة جديدة وابعدي عني. لو اخدتم بالكم ان هو دايما لما بيجي يقولها لكم بيقولها لكم بعصبية وبغضب، وده معناه ان جوه في العمق عنده مشاكل وترومات كتيرة جدا مسببة له أذى. ولذلك لما بيجي يرفض مش مجرد انه بيهرب وبس، لا، بغضب، والغضب ده ناتج عن مشاعره
المكبوتة اللي جوه منه اللي هو مش قادر يقولها ولا يصرحك بيها، كان مطارد فبينسحب رغم انه متحطم داخليا. حتى تلاقيه مطارد زي ما بقولك، ان هو لما بتقعد معاه بتلاقي حتى نظرته متغيرة، نظرته، عيونه ما بتلمعش، عيونه مطفية، شخص كأنه جسد بلا روح بيتحرك على الأرض. نرجع ان انت بتشوفه انسان تاني وتغير طبعا بغضب ونبذ ورفض ليك، وده طبعا نتيجة انه بيحبك وبيتعامل معاك بماسك شخصية مزيفة اللي هو عايش بيها، ولذلك بيدخل بعد كده في جلد الذات والهروب من نفسه وصراع داخلي، لأنه خايف من اللي حصله وخايف من أنه يخرج مشاعره. أحسن أنت ترجع ترفضه أو تنبذه، وبيحاول يفهم نفسه هو عايز إيه، ولكن مش عارف، بالرغم من أنه عارف أنك أنت نفسه هو عايز كمان يتأكد ان انت بتحبه اكتر واكتر واكتر، ولكن هو مش عارف هو عايز ايه، بالرغم من انه عارف انك انت مستعد تعمل اي شيء علشانه، وانك واجهت صعاب كتير ومشاكل كتير علشان تحتفظ بيه، ولكن هو شخص بيخاف من التغيير وبيخاف من المجتمع وبيخاف من البيئة المحيطة ليه وبيخاف من الفشل وخايف من الغدر، وفي حالة توتر وترقب رهيبة دلوقتي الهارب. شخص قاعد مترقب ومنتظر ومتوتر، مستني مين هيخونه تاني، مين هيغدر بيه تاني. عارفين الشخص اللي قاعد مستني البلاء قبل وقوعه؟ هو ده، وكأنه عارف ان هو لازم يتخان ويتغدر بيه. حتى ده كله ليه؟ يعني خلينا نتكلم ونقول ده كله ليه؟ كله نتيجة علاقاته اللي مر بيها قبل كده، اللي كانت في حياته، أو من النبذ العائلي، أو من الرفض. علشان كده بيحاول بكل ما يستطيع، بيبذل كل مجهوده إنه يركز في شغله ونجاحاته وأعماله، ولكن الصواعق الكرمية من مشاكل وديون مالية وصحية مش سايباه في حاله، وهي دي لعبة الكون. في علاقة الحب لا مشروط، علاقة توأم الشعلة، لغاية ما يستسلم ويسلم إلى الله ويعرف إن الله هو حق، وإنه فعلا محتاج إنه يرجع لربنا بقلبه بخشوع، وإنه يخلع الماسك ويبطل شغل الأطفال ده معاك وهروبه منك الأون والأوف، كل شوية يغضب ويبعد. هو عارف ان هو غير متوازن، وان هو كان مقصر في حقك كتوأم، وعارف ان اهتماماته المادية والعائلية بالاخرين سببت ليكم مشاكل كتيرة جدا، وبالرغم كل ده هو عارف ان توأمته او توأمه شخصية حنونة وعطوفة عليه، سواء امرأة او رجل، سواء مطارد او مطاردة، عارفين ان هما مش هيلاقوا زيكم، وعارفين كويس جدا ان انتم اقوياء وان انتم بتجذبوهم بلا وعي، وعارفين ان انتم مرغوبين من الجنس الاخر، من ناس كتير، ولذلك هم بيستغربوا هي فعلا بتحبني؟ يعني كهارب بيسأل نفسه، معقول الجميلة القمر دي بالشخصية القوية دي بتحبني انا؟ وده طبعا من بداية العلاقة لنهايتها بيفضل يسأل نفسه السؤال ده، لذلك بيبقى عنده علامات استفهام كتيرة جدا، منها انه ما بيبقاش مصدق نفسه ان المطاردة دي حبته او بتحبه فعلا، وبيبقى قاعد مترقب ومنتظر الخيانة والغدر اللي هو واخد عليهم قبل كده، مستني انها تسيبه وقلقان انها هتسيبه في اي لحظة، وعلى اتم استعداد فيجي يقولك انا همشي انا او انا ههرب انا قبل ما هي تهرب او قبل ما هو يسيبني. ده طبعا
نتيجة الخوف اللي جواهم اللي اتبرمجوا عليه من الصغر، ودي حاجة غصب عنهم ما نقدرش نقول عليها شيء لغاية ما يتشافوا. الهاربين والهربات دلوقتي عندهم حالة شغف وهوس عليكم كمطاردين ومطاردات، ولذلك انتوا بتحسوا بحالة اشتياق رهيبة جدا بتجيلكم على فترات، وخصوصا كانت النهاردة كانت شديدة جدا معاكم. حاولوا تستريحوا شوية، حاولوا تستريح يا مطارد، حاولي تستريحي يا مطاردة وتهدوا شوية، والمشاكل هتعدي وهتتحل، هتتحل مع الوقت، وانتوا بنفسكم بعد ما يرجعوا لكم الهاربين والهاربات متشافيين، انتوا بنفسكم اللي هتقرروا ارجع ولا لا. واغلبكم بيرفضوا الرجوع وبيفضلوا انهم ينهوا العلاقة بمحبة في الله بعد الرحلة الطويلة اللي بيحسوا فيها بإنهاك في رحلة التشافي. بمعنى أصح المطارد بيتعب بيتعب وبيخرج من الرحلة دي منهك تماما، بس كمان بيكون طاقته إيجابية وواقف على رجله وبيعوض كل ما فاته. طاقة الهارب دلوقتي مع الطرف الثالث زي ما قلنا في الأول معظمهم في مشاكل واختلافات وانفصال، في انفصالات كتير لأنهم عرفوا أنهم مع شخص لا يطاق وأن مفيش توافق ما بينهم من الأساس، وكتير منهم بياخدوا قرارات الانفصال سواء في علاقاتهم الاجتماعية أو العاطفية مع الطرف الثالث، وده اللي منعوا عنك دلوقتي يا مطارد، فأصبح في نهاية لمرحلة من حياته وبداية جديدة معاك. فاستعد يا مطارد واستعد يا مطاردة لأنه رجع لك، رجع لكم، رجع لكم بعد كرماته ومشاكله، وهياخد معاك قرار نهائي في علاقتكم وهيطلب منكم المسامحة. وطبعا ده الشخص الهارب اللي شبه متشافي، ولكن ده بعد ما يقعد مع نفسه ويكون صادق مع نفسه علشان يقدر يكمل حياته معاك، او تاخدوا مع بعضكم قرار الانفصال، الانفصال المادي، وهو ده الحاجة الوحيدة اللي تقدروا عليها، ولكن الانفصال الروحي ما عندكمش المقدرة عليه. لكن في البعد المادي تقدروا انكم تكونوا اصدقاء او شركاء في شيء يخدم البشر او يساعد الناس بحب لا مشروط، لأن البعض منهم عندهم صعوبة في إنشاء أسرة. بعض الهاربين والهاربات طبعا نظرا للاختلاف، اختلاف الثقافات والجنسيات وما شبه ذلك، في عراقيل كتير وصعوبات بتمنع الزواج. عموما جهزوا نفسكم للحوار والحديث معاهم بكل هدوء وتريث، خلوا بالكم من اللي هيجي ان هو متشافي ولا شبه متشافي، ناخد بالنا كويس لو لقينا بيتكلم كلام البعد المادي والحياة المادية البحتة اللي هو عايش فيها جسديا وماديا. خدوا بالكم من اللي هيرجع شبه متشافي وغير متشافي. اللي شبه متشافي هيرجع بيتكلم زي ما كان بس بأسلوب خفي شوية، يعني ممكن ما يتكلمش في علاقة فعلية زي ما كان ما بيتكلم قبل كده، ولكن هيكلم كل الاطمئنان والسؤال والمحبة. تمام، ناخد بالنا انك لازم مرة واثنين وثلاثة وتتأكدي انه بالفعل انسان تشافى او ماشي في التشافي، هتلاقيه اتغير تماما، صوته وطريقته ونبرته ونبرة صوته وكل حاجة فيه واسلوب تفكيره هتلاقيه اتغير تماما. بالتوفيق، واتمنى منكم الناس الجداد ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس للكل، ومنتظرة تعليقاتكم الجميلة الإيجابية وأسئلتكم، واتمنى منكم
الناس الجدد تفعل الجرس عشان يوصلها كل جديد وتوصلها لايفاتنا. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم حنان علي.